كارثة وصدمة يا جماعة بجد بجد. المنظر اللي شفته في خن البطة اللي هترقد دي أم حمادة، يعني هي دي بصراحة صدمة، يعني صدمة كبيرة. يعني أنا ما كنتش أتخيل والله العظيم إن أنا أشوف المنظر ده. وده بسبب إيه يا جماعة؟ بسبب إن الصيف دخل علينا، يعني إحنا خلاص الجو بقى حر. أنا دلوقتي بصور الطيور والله العظيم أنا شخصياً مش قادر أقف من الحر. وطبعا يا جماعة برضو حتى لو في الشتاء ساعات بتحصل الحاجات دي، بس بتكتر في الصيف. في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة هنعرف ايه الصدمة اللي انا شفتها وازاي نتفاداها وازاي نحل المشكلة دي، وكمان هنرص البيض للبطة في الخن علشان بقى تتعود فيه، لانها بسم الله ما شاء الله يعتبر كده البيضة السادسة اللي هتبيضها النهاردة ما شاء الله يعني. وهنعلف الطيور، وهقول لكم بقى يا جماعه على المكون اللي يمنع الكوارث دي او الحاجات دي تحصل عندكم عند البط الرائد. وفي اول الفيديو هيا يا جماعه بقول لكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد. اللايك يا جماعه بالله عليكم ما تنسوش، واللي مش مشترك معانا في قناتنا يوميات في مزرعتي يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. واي حد عنده سؤال يا جماعه يسيبه تحت في الكومنتات، واللي انا هعمله في الفيديو ده ينفع تعملوه لبطه رقد على البيض او هترقد على البيض، او فرخه رقد على البيض او هترقد على البيض، او وزه رقد على البيض او هترقد على البيض، او فرخه رومي برضو رقد على البيض او لسه هترقد على البيض. وكمان هكلمكم عن احسن نوع بط نعرف نرقد وكده. وكمان يا جماعه معلش بس عشان ما انساش، الناس اللي بتسال على البط البلدي الهجين على مسكوفي بنجيبه ازاي. البط البلدي يا جماعه الهجين على مسكوفي ما بنجيبوش من ممر ولا اي حاجه، دي بطه بلدي عاديه اهي، وده ذكر بط مسكوفي، بنخليهم الاثنين يتزوجوا مع بعض بيجيبوا لنا الانتاج ده. ولو جوزنا ذكر بط مسكوفي من ده مع انتايه بط شرشيري من ده، دي الانتايه، يطلع لنا البط اللي هو البغل. ويلا يا جماعه ننزل نعمل لايك للفيديو ونرجع نشوف ايه اللي لقيناه في خن البطه الرائده وايه اللي وهنعالجه ازاي. انزلوا اعملوا لايك للفيديو ونرجع نشوف كل حاجه مع بعض. اللهم ابطل عينا معجبه نظرت وما بركت، اللهم ابطل اثر عين معجبه نظرت وما ذكرت، او حاسده تتمنى زوال النعم اصابتهم في جمعه رجال او نساء، اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء، اللهم ابطل عين الاصحاب والزملاء، اللهم ابطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على فزي ما قلت لكم يا جماعة بقى كده صدمة وكارثة، وهقول لكم الحل بتاعها. طبعا يا جماعة اللي متابع قناتنا يوميات في مزرعتي عارف ان الحمد لله كان عندي بطة نايمة في المكان ده وفقست وخلصت، وام حمادة كانت راقدة مكان ام عاشور كده الفرخة الرومي، ولما طارت انا استخدمت الخن بتاعها لام عاشور. طبعا يا جماعة ساعة استخدمته زودت التبن اللي كان فيه ورشيته بودرة. رشيته بودرة ليه؟ علشان الفاش والحشرات والكلام ده كله. تمام. برضو الخن ده بتاع البطة اللي فقست كنت راشه بودرة برضو، كنت مظبط وكده تمام اهو، وما شاء الله كان نظيف والدنيا تمام التمام. اتفاجئت بقى النهاردة يا جماعة وانا جاي كده احط لها البيض، جاي احط لها بقيه البيض. طبعا بيضه بيضه النهارده بيضه البيضه الخامسه في الخن، البيضه الخامسه بيضتها في الخن، بطين في الخن، البيضه الرابعه والبيضه الخامسه، عشان الثلاث بيضات دول انا كنت لاقيهم ورا الشكاره بره تمام. فجيت ان انا احط لها البيض، لقيت في ايه بقى يا جماعه؟ لقيت في فاش، الفاش اللي هو بيطير ده، ودود، مش دود الابيض ده، لا الدود اللي هو بيطير. طب جه منين ده او جه ازاي؟ مع ان والله العظيم المكان نظيف اهو، معرفش يعني. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، مع ان انا والله العظيم يا جماعه في كل فيديو كنت بقعد اكد عليكم على ان احنا لازم نرش المكان بودره واحنا بنعمل لها الخن والكلام ده كله، كنت بحط انا وكنت برش كميه بودره بعبط، حتى كنت بشوف الناس في الكومنتات تقعد تقول لي البودره دي كتيره البودره غلط الكلام ده كله. بس هو يا جماعه مع الحر بيعمل كده، الحر بيعمل كده، معرفش بقى الله اعلم بيضه كانت مكسوره هنا ولا ايه، بس انا لسه شايفهم او مكتشفه النهارده، او هو كان بيبقى ميت في الشتاء وبيجي في الحر. انا ستي
دايما كانت بتقول الفاش ده بيجي في الحر، يعني بيهيك في الحر. المهم يا جماعة المكون اللي معانا، عشان بس ما طولش عليكم في الفيديو، المكون اللي معانا يا جماعة هو الشيح. الشيح يا جماعة طبعا انا برشل لهم شيح على طول، بس بصراحة بقالي فترة كده ما كنتش جبته. الشيح ده يا جماعة بيتجاب من عند العطار، وفي ناس بتغليه وتحطه للطيور علشان الاسهال. الشيح ده يا جماعة كويس جدا، وبيمنع التعابين والحيات والكلام ده كله، وبيمنع كمان الشر من البيت. يعني انتوا حتى ممكن تحطوه في بيتكم كده، بتجيبوا حتة قماشة بيضة قطمة وتحطوا فيها معلقة شيح، عليها معلقة ملح، وتحطوها في البيت او عند الحمام. الشيح يا جماعة زي ما بيقولوا الشيح لا غنى عن الشيح في البيت، في مثل كده او في مقولة بتقول الشيح لا غنى عن الشيح في البيت. الشيح ده يا جماعة كان كتير اصلا، ده يعتبر باتنين ونص ليه، لان انا اول ما جيت من الكلية، طبعا انا اكتشفت الموضوع ده الصبح وجبته وانا راجع من الكلية. شايفين يا جماعة رشاط عند ام عاشور اهو، ده اللي على الطوب ده شيح، واللي على وجنب البيض ده شيح برضه. والناس اللي بترشه في اخر ايام البيض علشان يفقس للبط وكده جميل برضه، وحاولوا ان انتوا تجيبوه وترشوه في الخن، مش غالي. وانا دلوقتي يا جماعة هرشه في الخن ده، هرش في الخن بتاع البطة ده قدامكم، وكمان ايه هرص البيض بتاعها مع بعض، وهنبقى نزود لها التبن بس بعد ما تخلص بيض. شايفين يا جماعة انا برشه ازاي اهو. وبرضو انا جايب نص كيلو يا جماعة، جايب نص كيلو تمن وتمن وتمن وتمن، كله تمن لوحده في كيس بخمسة جنيه. الراجل قال لي التمن بخمسة جنيه بس، ما شاء الله التمن كبير، يعني التمن بيبقى مالي الكيس. انا كده يعتبر فضيت هنا تمن، وتمن تاني هفضيه عند الحمام، والتمنين التانيين او الربع التاني هعمله في قماش بقى، واربطه واحطه في السطح كله، ورصت لها البيضه اهي يا جماعه، وهجيبها. شايفين هي طبعا لسه مش عايزه ترقد دلوقتي خالص، لسه ان شاء الله قدامها كمان بتاع خمس بيضات ولا حاجه. بس حبيت اقول لكم النقطه دي، اعملوها يا جماعه علشان الحر. وبالنسبه للناس اللي بتشتكي ان البط بتاعها ما بيرضاش يرقد على البيض، البط يا جماعه اللي ما بيرضاش يرقد على البط ده بيبقى لسه فيه بيضه او بطين. والبط المسكوف اللي الناس بتشتكي منه ده ممكن تكفوه عليه قفص. وهنطلع بقى عشان نسيبه مع عاشور تكمل براحتها، ونكمل بره بقيه الفيديو مع البطه. وهوت يا جماعه قلت لكم على النقطه بتاع البط المسكوف الهجين في اول الفيديو، ذكر بط مسكوف زي ده كده مع انتاية بط بلدي. والناس اللي بتسال نختار ذكر البط المسكوف ازاي، زي ده كده يا جماعه، شايفين لحمته ما شاء الله كبيره ازاي وممتد ازاي. والبط اهي يا جماعه بتاع رمضان، طبعا لسه بقى انا هغير له من الميه والكلام ده كله، عشان انا كنت لسه اصلا راجع من الكليه، بس ما قدرتش يعني ان انا ما اعمل لكمش الفيديو، وكان لازما برضو ان انا ارش الشيح. وان شاء الله يا جماعه الفيديو الجاي لما اجي اعمل الشيح في القماش عند الحمام وكده هبقى اصور لكم فيديو. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو، اللي مش مشترك معانا في قناتنا يوميات في مزرعه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، واي حد عنده سؤال يسيبه تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.